احنا عندنا 11 مبادره، ودي يمكن المبادره رقم 12 اللي هي بتغير شكل الصحه العامه في مصر بشكل كبير، لانها بتضيف بعد تاني وهو الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانيه. انا دايما بركز على كشف مبكر وعلاج، لان الغرض من الكشف المبكر مش فقط ان احنا نعمل عمليه مسح لاعداد كبيره جدا من المواطنين حتى نطمئن على ان في مرض ولا ما فيش مرض، هو الاهم من ده. طب اذا لقينا مرض وبالذات في المراحل الاولى ازاي بنتعامل معاه؟ وده تحدي تاني، لان ده تحدي اقتصاديا كبير جدا. فاحنا النهارده بنتكلم في هذه المبادره بدايه بالبرايمري بريفنشن او الوقايه الاوليه، ان تكتشف المرض مبكرا وتتعامل مع ما قبل الاورام. حتى انا يمكن النهارده اطلقت كلمه ليس مبادره القضاء على او اكتشاف او تشخيص الامراض السرطانيه، لا، تشخيص الامراض ما قبل الاورام السرطانيه. معمل المرجعي الكبير اللي بيضم كل الابحاث الباثولوجيه والجينيه للاورام السرطانيه، الحقيقه يعني انجاز كبير جدا يكون في هذا المعمل المرجعي تابعا لوزاره الصحه في مصر. الحقيقه كمان يمكن زي ما كنا بنقول ان ممكن يبقى في سلسله من وشبكه من هذه المعامل بالترابط ما بين الاماكن المختلفه في جمهوريه مصر العربيه. افتتاح اول معمل بيضم التحاليل الباثولوجيه والتحاليل الجينيه تحت سقف واحد، ده تطوير كبير جدا بيحصل في التشخيص وعلاج مريض الاورام السرطانيه، لان بكل بساطه علاج المرض ده بيبتدي من التشخيص المظبوط. والنهارده التحاليل الجينيه هي دي احدث تكنولوجيا موجوده النهارده في تشخيص الاورام. بكل بساطه هي كانها بتفك الشفره الجينيه للورم وبتساعد الطبيب المعالج ان هو يفهم فين الخلل اللي موجود.